الروسي مع فريق روستوف، وله هدف دولي وحيد في 26 مباراة قبل مباراة اليوم. سامسون بيجي يلعب لفريق حسين داي الجزائري، وله 3 أهداف دولية في 22 مباراة. رمي التماس للمنتخب الإيفواري مامادو باجايوكو على تنفيذ رمية التماس، المدافع الأيمن للمنتخب الإيفواري سيرجي جيسان. باجايوكو من جديد، 56% الاستحواذ على الكرة من جانب المنتخب الإيفواري و44% المنتخب الجابوني. وانطلاقة ومحاولة لكرة عرضية، الثاني جول 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 للمنتخب الإيفواري، هدف ثاني للمنتخب الإيفواري في هذه المباراة. يأتي الهدف الآن في هذه اللحظات عن طريق اللاعب البديل دياموندي، يسجل إذن في الدقيقة 72 الهدف الثاني للمنتخب الإيفواري. دياموندي يسجل ثاني أهداف المنتخب الإيفواري في متابعة ولا أروع من جانب دياموندي، لم يجد أدنى صعوبة في إيداع الكرة في مرمى الحارس ديديي أوفونو. 23 بطولة هتقام في غينيا حتى الآن، يعني الثلاث نسخ اللي هتقام بعد نسخة الجابون القادمة معروفين من المنتخبات اللي هتستضيفها. دي كرة في الأمام خطيرة، فرصة الآن، هدف لملك ايفونا. ملك ايفونا يسجل هدف تقليص الفارق للمنتخب الجابوني بانطلاقة ولا أروع خلف المدافعين. ينفرد ملك ايفونا ومن أعلى حارس المرمى سيدي المباراة، انطلاقة رائعة جدا من جانب ملك ايفونا ومن أعلى الحارس يا ولد الله على إنهاء الهجمة الرائع جدا من جانب ملك ايفونا. وادي التمريرة الذهبية من جانب اللاعب كانجا، وايفونا يستغل طبعا سرعته وسجل في هذه اللحظات الآن في مباراة، يعني 23 بطولة هتقام في غينيا حتى الآن، يعني الثلاث نسخ اللي هتقام بعد نسخة الجابون القادمة معروفين من المنتخبات اللي هتستضيفها. دي كرة في الأمام خطيرة، فرصة الآن، هدف لملك ايفونا. ملك ايفونا يسجل هدف تقليص الفارق للمنتخب الجابوني بانطلاقة ولا أروع خلف المدافعين. ينفرد ملك ايفونا ومن أعلى حارس المرمى سيدي المباراة، انطلاقة رائعة جدا من جانب ملك ايفونا ومن أعلى الحارس يا ولد الله على إنهاء الهجمة الرائع جدا من جانب ملك ايفونا. وادي التمريرة الذهبية من جانب اللاعب كانجا، وايفونا يستغل طبعا سرعته وسجل في هذه اللحظات الآن في مباراة، يعني